اهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم مطبخ ليلى او سوري سور لو جاتو. اليوم راح نديكم معايا في جوله خفيفه ظريفه لمحبين الماعن والديكورات كيما انا. اقعدوا هنا وتفرجوا حتى للاخر باش تشوفوا واش كاين في هذا المغازه، وكذلك باش تشوفوا مشترياتي. اليوم راح نروحو نديرو جوله في مغازان كازا ديكو اللي موجود في رو جون جوريس في تونس العاصمه. هذا المغازان معظم الاشياء نتاعو والحاجات نتاعو سلعه تركيه. خليكم الاخر الفيديو باش تشوفوا شنو شريت منه. نقول لكم جوله ممتعه.
طبيعة الحال أول حاجة شريتهم هما هادو لي كاتبو تاع لي زيبيس، فرانشمون شابين شابين البنات. لقيت غير 4 فقط، استكفيت بهم، كنت حابة نشري 6، مالوغوزمون لقيت غير هادو فقط. هادو التحتاني بلار وعندهم المغط هذا. هادو بطبيعة الحال لي زيبيس انا راح ندير فيهم الجلجلان والسينوج، هادوك الصوالح تاع الخبز والحبوب. فرانشمون شابين وكلاس كلاس كلاس البنات، قولوا لي واش رايكم فيهم، عجبوكم ولا لا؟ البنات شريت هاد لو فيغ، شحال شباب اوسي كيما شفتوا، عندهم حاجات باهيين، يهبلوا يهبلوا يهبلوا، يديو العقل. ضعيف هذاك المغازا، ما تعرفيش واش راح تشري اكزاكتومون. دونك هذا الفيغ عجبني، علاش؟ خاطر فيه المغطي كيما تشوفوا، كيما هكا تقدري تحطي فيه القهوه تاعك وتخليها مغطيه باش تحافظي 10 نتاعها، بون مش تحافظي بزاف بزاف، حاجه قليله. ويتباع كذلك معاه المغرفه تاعو. هذا بكل صراحة بنات اديته للكنزة كما تشوفوا فيه ميني. وبطبيعة الحال هادو شفتهم في الفيديو، ديتهم الكريم وتسنيم، هادو الفطور الصباح تاع الجو. عندي منهم بزاف، مي كي شفتهم تسنيم هكذاك في المغازا حكمت فيهم، دونك ديت لها واحد ليها واحد لخوها. اديت هاد البنات شفتوه في الفيديو راكب، دونك شفتوه معايا في المغازا راكب، راح نحاول نركبه لكم دوكا. هاوليكم بنات كيف هي تجي. دونك هنايا تقدري تحطي فيه زرة على القلوب، لي بونبون هكذا، مقرمشات للسهره اون بلاستيك جاي البنات. كذلك ديت هادو لي دو بلونش تاع تاباس، جايين في البوا هكا اللوح، دونك باش نكمل الكوليكسيون تاعي تاع اللوح. دونك ان شاء الله بشويه بشويه بطبيعه الحال، ماشي فرد ضربه نشريو كلش. شابين كذلك عجبوني، كاين هكذا وكاين ناردواز. واخر حاجه البنات هاد لو سيت خديتو، راح نركبه لكم كذلك باش تشوفوه. جاي في البومبو في اللوح والسيراميك، جاي كيما هكا البنات، يهبل الشباب كذلك. هادو تقدروا تستعملوهم للمربى الكونفيتور تاع فطور الصباح، او كذلك تقدروا تستعملوهم للتسالي والمقرمشات للسهره. كانت هذه هي مشترياتي للبنات، نتمنى انهم يعجبوكم. تقولوا لي وشنو عجبكم وشنو ما عجبكمش. ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومنتير حلو كيفكم. بطبيعة الحال نتمنى الجولة تكون عجبتكم ونالت رضاكم. الى هنا دمتم في رعاية الله وحفظه.